in the boardroom. بكم معنا على برنامج In the Boardroom. وشرفنا اليوم على البرنامج الأخ عامر خان صاحب، مدير عام خان صاحب للاستثمار. أهلا وسهلا بك، كيف حالك؟ أهلا، الله يسلمك، شكرا استضافتكم. لا بالعكس، الشرف عندنا. ما هي ثلاث نقاط قوة رئيسية اللي أنت تشوف اللي عندك؟ نقاط القوة طموح، المثابرة، ومنهجية في العمل. شو اللي تتمنى لنفسك وايضا لشركه خان صاحب الاستثمار نقول في خلال 5 سنوات؟ طبعا في نمو معين، يا سنه صالح، شركه موجوده صار لها 75 سنه ولها اعمالها وماشي في طريق معين، فالحمد لله في هالمرحله الاقتصاد متعافي، بس نعمل على نمو معين حاطينه تارجت له 5 سنين ونوصل له ان شاء الله. شو هو الشيء اللي يشعرك انت بالحيويه؟ في شغلتين. اول شغله، كل يوم الظهر يوم امر على ولدي الحضان، اوكي، ومن يشوفني يفرح اني جيت، يستأنس انه ما كانه هو ان احد حاطنا في حبس وانا جيت افتش من الحبس ويركض عندي. فيعني هل الشعور شعوري وانا اشوف الفرحه في عيونه لا توصف، كيف هذا شيء يخليني ما افوت يوم الا اشيله من حضاني. لو زوجتي او اختي تقول بمر عليه بجيبه، لا انا لازم اسير.